بالنسبة لتطبيق حكومتي فهو تم رفعه على الشبكة العنكبوتية على جوجل ستور، أي أنه المستخدمين أو المواطنين الذين يستخدمون نظام الأندرويد يمكنهم في أي لحظة تنزيل التطبيق والاستفادة منه. حاليا العمل جاري حاليا على تنصيبه ورفعه على منصات الأبل ستور، بحيث نعم. أنه مستخدمين الآي أو إس قريبا إن شاء الله سوف يتمكنوا من تحميل التطبيق والاستفادة منه. رح يكون في العربي من باب التسهيل على المواطن نعم. وتسريع عملية البحث. هلا فكرة تطبيق حكومتي نشأت من الأساس للتسهيل على المواطن الفلسطيني وتمكينه من الاستعلام عن معاملات الحكومية من خلال الهاتف، نعم. حيث أن هاي الخاصية تكون متاحة له 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. نعم. هذا الإشي بيوفر على المواطن أعباء المشقة والتنقل بين مراكز المدن لمراجعة حالة معاملته في مقرات وفروع الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو إنه يضل يتصل على حسابه من تليفون اتصال عادي، إنه يتصل وين وصلت معاملتي، جهزت ما جهزت، إيش صار فيها. هلأ بإمكانه يتابع كل هاي المعلومات من خلال التطبيق. هلأ نعم. إيش المعلومات اللي بيقدر المواطن الفلسطيني إنه يستفيد منها من خلال التطبيق؟ نعم. خليني أعطيك يعني هيك تفضلي. وصف بسيط نعم. عن هاي المعاملات. نعم. بالنسبة لسلطة الأراضي بتقدم حاليا خدمتين من خلال التطبيق. أها. الخدمة الأولى إنه إذا المواطن الفلسطيني فتح معاملة على أرض أو شقة، نعم. سواء كانت بيع أو شراء، انتقال، إفراز، جميع نعم. معاملات سلطة الأراضي، أها. مجرد ما يفتحها المواطن الفلسطيني بيقدر يدخل على تطبيق حكومتي ويتبع حالة المعاملة وين وصلت. نعم. أي تحديث بيصير على المعاملة مباشرة بينعكس على التطبيق. حاليا ما بيجي إشعار، هو بس يدخل رقم معاملته يكبس بحث بتظهر له حالة المعاملة. بس إن شاء الله في المرحلة الثانية من التطبيق رح نطبق آلية البوش نوتيفيكيشن احنا بنسميها، نعم. اللي هي إشعار المواطن بيجي نوتيفيكيشن بعلمه إنه والله صار تحديث حاليا على معاملتك. كمان سلطة الأراضي بتقدم خدمة أخرى للفلسطينيين المغتربين أو سكان فلسطين المحتلة أراضي 48 الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية، أها. عندما يريدون شراء قطعة أرض أو شقة يكون فتح معاملة تسمى إذن شراء، نعم. تأكد من هويتهم الفلسطينية والحد من عملية تسريب الأراضي. هذه المعاملة تأخذ بعض الوقت، فيمكنها من خلال تطبيق حكومتي الاستعلام عن حالة هذه المعاملة وأي جديد أها. بخصوصه. أي مواطن يمكن أن يسجل من خلال التطبيق، تسجيل مفتوح من خلال تطبيق حكومتي نفسه. نعم. نعم. إذا كنت أنت مستخدم جديد يمكنك التسجيل والحصول على اليوزر نيم وباسورد باستخدامهم في التطبيق لاحقا. نعم. طيب شو شروط الضمان إلي والأمان إلي؟ لأنا بدي أعمل بحث عن معاملة إلي، ما حد غيري يقدر يعمل بحث عليها. أنت لما بتيجي تسجل بطلب منك رقم جوالك أها. ورقم هويتك، يعني رقم الوثيقة اللي أنت بتحملها، نعم. بعض البيانات مربوطة في رقم الوثيقة اللي أنت بتحملها، أها يعني رقم أها. هويتك مربوط في بياناتك في الحكومة نعم وفي نعم البيانات اللي بيطلبها منك التطبيق أثناء التسجيل. نعم أولا أخي، يعني أي مواطن فلسطيني يحاول التسجيل إذا كان شخص آخر مسجل في بياناته رح يتم اكتشاف الموضوع مباشرة، نعم سوف يخبره التطبيق أنه أحد آخر قام بتسجيل ببياناتك. نعم هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، أنه أنت لما تسجل بطلب منك بيانات استعلامية أخرى تؤكد هويتك، أها كرقم الجوال الذي تحمله. معظم المؤسسات الحكومية عندها سجلات، لما أنت بتفتح معاملة رح تفضي في رقم جوالك أو رقم الوطنية اللي أنت بتحمله، نعم نعم فعند أثناء التسجيل بيبعث لك اللي هي كود للتأكيد، أها ما بمكنك على أنك تدخل على التطبيق إلا إذا أنت دخلت الكود اللي خاص بتأكيد هذا التطبيق. نعم. طب تفضلي. بالنسبة لوزارة العمل، أنا حكيت لك عن وزارة الأراضي بس ما نعم حكيت لك عن وزارة العمل ووزارة النقل والمواطنة. نعم نروح على وزارة العمل. نعم تفضلي. بالنسبة لوزارة العمل تقدم خدمة الاستعلام عن تصريح عمل سارية المفعول داخل الخط الأخضر. نعم. بالنسبة للعمال الفلسطينيين استمرار في هناك تقديم لتصاريح العمل،
بإمكانهم أي مواطن فلسطيني يدخل على التصريح ويشوف تصريحه إمتى بنبلش إمتى بنتهي، طلع له تصريح أو ما طلع له تصريح وكل هاي التفاصيل حاليا. نعم صحيح، حاليا مع التنويه إنه هذه هي المرحلة الأولى من تطبيق حكومتي، سيكون هناك المزيد من الخدمات الحكومية من هذه الوزارات ومن وزارات أخرى. نعم طيب نروح لوزارة النقل والمواصلات. نعم بالنسبة لوزارة النقل والمواصلات تقدموا حاليا 5 خدمات من خلال تطبيق حكومتي. الخدمة الأولى الامتحانات النظرية، النتائج الامتحانات النظرية والعملية. أي لاختبار السياقة. صحيح. نعم. النظري والعملي ونتيجته وتاريخه والمديرية اللي قدم فيها. مستوى الرخصة لمن يملكها سواء كان معه رخصة عمومية رخصة خصوصية، جميع أنواع الرخص اللي يملكها المواطن. قائمة المركبات التي يملكها، جميع المركبات سواء مركبة واحدة أو عدة مركبات بتفاصيلها وتاريخ ترخيصها ولونها وتصنيع الشركة المصنعة وجميع تفاصيل المركبات. النقطة الأخرى عدد النقاط المترتبة على المخالفات. هلأ كل مخالفة بتخالفها الشخص بيكون عليها مجموعة من النقاط من الشرطة. نعم. تجمع هذه النقاط في كل عام، إذا تجاوز عدد النقاط عدد معين يمكن أن يكون هناك إجراءات مترتبة على هذا المجموع من النقاط. نعم. بالإضافة لقائمة المخالفات التي تم تحريرها. بالنسبة للمخالفات هي فعالة فقط من عام 2018 عشان المواطن يكون نعم. احنا توجهنا في وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وبالذات في الإدارة العامة للحكومة الإلكترونية أن يكون هذا التطبيق مرجعية للمواطن الفلسطيني للاستفادة من جميع الخدمات الحكومية. كما أننا نأمل أنه ليس فقط استعلام عن المعاملات بل يتمكن المواطن من التقديم للخدمة من بدايتها حتى نهايتها. أخي الكريم، نحن في أثناء عملنا في الحكومة الإلكترونية ووزارة الاتصالات نستخدم أحدث طرق في مجال حفظ البيانات. لدينا حاليا ما يسمى بناقل البيانات الحكومي، وهو ناقل بيانات يربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث يمكن من تبادل البيانات بشكل مشفر بشكل كامل، لأن البيانات لا يتم تبادلها كما هي على الشبكة العنكبوتية. يتم تبادلها بشكل مشفر encrypted للحد من موضوع القرصنة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات والسياسات التي يتم اعتمادها في مجال أمن البيانات وأمن المعلومات الحكومية. التطبيق هو مجاني، لا يترتب عليه أي رسوم، لكن كما ذكرت في المستقبل من الممكن أن يتم فتح معاملات بشكل كامل والدفع إلكترونيا على هذه المعاملات، أي بدل من أن يدفع الرسم مباشرة للموظف الحكومي يتمكن من دفعه من خلال التطبيق فقط لا غير. نعم هناك رواج وإقبال من المواطنين، نستقبل مكالمات من العديد من المواطنين، استفسارات بالإضافة إلى تعليقات ورسائل على صفحة وزارة الاتصالات على السوشيال ميديا، صفحتنا على الفيسبوك. هناك إقبال مبدئيا من المواطنين، لكن نحن بحاجة إلى حملة إعلامية بحيث يزيد وعي المواطنين بأهمية التطبيق وإعلام باقي المواطنين، لأنه العديد من المواطنين حتى الآن لا يعلمون بوجود هذا التطبيق. نعم. فنحن بحاجة إلى حملة إعلامية لتوعية المواطنين وإعلامهم بأهمية التطبيق بوجوده. حاليا غير متوفر، مثل ما حكيت لك أنهم يراسلون على صفحة نعم صفحة الوزارة. صفحة الوزارة كان على الفيسبوك أو على تويتر أو إنستغرام مثلا. صحيح، لكن لاحقا إن شاء الله سيكون هناك رقم مجاني وسيكون دعم فني مباشر من خلال التطبيق. كل التوفيق المهندسة سلام تركمان، رئيس قسم إدارة المشاريع في الحكومة الإلكترونية. جهودكم مبارك. الإلكترونية.